الدهر اللي فات شقشفت بالدنيا ذي وعشت غصبا عالحياة. متعلم من وقت وعرف ما يقدر عالدنيا الخايف وما يهمني لا قد ما اثر بس المهم ارجع واقف ما اهتم لاكبر واحد امشي بدربي وابقى معاك لو حتى عمر ابن غير رسمها ما حبان اللان البار تعرف شنو مرات احس باكر يجي وما تجي ويا الشمس مرات احس ما يهمني شي والمهم اتعلم خلي حطب بنص نارك ولو بالماضي ظلمه وحقك بالحاضر منهم تاخذ نقيب ناس انتهى التحقيق سيدي بس قلت أنا انتهى التحقيق تفضل بسلم خذ راحتك أنا آسفين شكرا سيادة اللواء واحدة دائما تقدم أنا من الأول حذرتك قلت لك هذا موضوع حساس لا تدخلين بي بس أنت ما تسمعي كلام نقيبي ناس القضية صارت على مكتب بعد انت ما تتدخلين بيها لا من بعيد ولا من قريب مفهوم؟ عرفت ليش حازم كان يضرج من هاي التدخلات المتظاهرين صراحة كان بالنسبة لي غريب المشكلة مو مشكلة كهرباء المشكلة مشكلة وطن 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 يا وطن وطن واحد نارين عمك الشمار منهم ودونا وطن عمي مارين بس وطن عمي المسألة اسمع يا وطن مسألة وطن وطن ما لي كهرباء اعطيني وطن اعطيني وطن في الشمار منك وطن يريدون وطن سمعت الناس بحاجة إليك وأنا أشوف اختفائك رح يخلي الأمور تسوء أكثر الاعتماد على حل واحد مو حل عم صمد مو دائما الحل الوطن محتاج أكثر من وطن بلش أنت بلش وياك إخوانك الوطنيين راح تشوفوا هواي ناس كلهم راح يصيرون وطن عمو صمد انا ما اقدر افكر ولا اقدر اتخذ قرار
ولا دا أعرف أتصرف. أنا لازم أسترجع نفسي، لازم أسترجع قوتي. أنا فاهم، بس أقول من تجهز هالمرة راح يصير الشغل بشكل مختلف، لأنه العدو صار غير العدو والهدف صار أكبر، ويلزمنا خطط من نوع ثاني. إن شاء الله عم صار. أنا وياكم كلكم بطل، نرجع سوا. عندي ماضي وذكريات وجع قد عمر اللي فات، شقشفت بالدنيا ذي وعشت غصبا عالحياة. متعلم من وقت وعرف ما يقدر عالدنيا الخايف، وما يهمني لو قد ما اثر، بس المهم ارجع واقف. ما اهتم لأكبر واحد، امشي بدربي وابقى معد، لو حتى امر بنار ارسمها، ما احبان الله